انت ليك اخ يا محمود. اخ؟ اخ ازاي يعني؟ انا اصلي بعد ما سبت والدتك بكام سنه كده اتجوزت واحده من بورسعيد، واحده ست غلبانه، خلفت منها عيل اصغر منها بشويه. طبعا انا ما كنتش بسيبهم، كنت بساعدهم، بس افرض جرالي حاجه اخوك برضه، وانت بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يزيدك، فلو جالك وقصدك في حاجه ما تكسفوش عشان خاطر. طب واسمه ايه اخويا ده بقى يا بابا؟ اسمه سيد. سيد؟ يعني انا ليا اخ اسمه سيد؟ تصدق بقى يا بابا ان ده خبر اسعدني جدا، يعني انا مش لوحدي في الدنيا بقى. اهو ده بقى من المهمشين اللي يعجبوك قوي، حلال فيه الحسنة. لا ما تقلقش يا بابا، اعتبره من اللحظة دي مسؤول مني انا. انت ابن حلال يا محمود وقلبك طيب. سيد مصطفى زهران. لا ثانية واحدة معلش، يعني هو مش اسمه سيد مصطفى زهران؟ ازاي يا بابا، هو مش اخويا؟ ايوه اخوك، ما قلناش حاجة. هو اسمه سيد العربي الكحكي. ازاي سيد العربي الكحكي يبقى اخو محمود مصطفى زهران؟ مش فاهم تيجي ازاي. هي كده جت كده بقى. يعني حضرتك تقصد بقى ان هو زي اخويا، يعني اعتبره كأن اخويا. لا مش كأن اخوك، هو اخوك فعلا، هو اخوك. ايوه يعني ازاي يعني، مش فاهم. اسمه مركب، انا بسميه سيد العربي الكحكي، اسمه ثلاثي، بديله ثلاث اسامي مره واحده. انا حر بقى، انا ابوه وانا اللي بخلف وانا اللي بسمي. اوكي ماشي، انا كده فهمتك بقى. طيب يعني هو اسمه سيد العربي الكحكي مصطفى زهران. بس سيبك بقى من مصطفى زهران دي، وانت هتفضل تدور لغايه ما توصل للجد السابع سيد العربي الكحكي. خلاص انتهينا وانا وصيتك. ماشي اوكي يا بابا. استنى بس تعال. ايه تاني؟ انا قبل ما اتجوز والدتك كنت عايش في اسكندريه، واتجوزت واحده هناك اسكندرانيه. تاني يا بابا؟ اشمعنى انا يعني؟ مامك اتجوزت خمس مرات، هي جت عليا انا. سوري يا بابا، انا دي حريتك الشخصيه وانا اسف ان انا اتدخلت. سوري. الست دي انا خلفت منها ولد، هو اكبر منها بشويه. ولد اخ تاني؟ معقوله؟ اسمه حسام. حسام مصطفى زهران. لا مش اسمه حسام مصطفى زهران. حسام العربي الكحكي. لا ولا حسام العربي الكحكي، واسمه حسام عبد الحميد البكري. طب تيجي ازاي بقى؟ دي مش فاهم انا بقى. هو اسمه كده يا محمود. ويبقى اخويا ازاي؟ انا ابوك وبقول لك ده اخوك. الله، هي بالاسامي؟ انا هبقى قعدكم مع بعض وانا واثق ان كنتوا هتحبوا بعض. لا ده اكيد طبعا، انا مش اخواتي. انت ابن حلال يا محمود، ربنا يحفظك. حبيبي يا بابا. استنى بس. ايه تاني؟ لو بعد كده جالك حد قال لك انا اخوك من ابوك، او ابوك كان متجوز امي وامي كانت متجوزه مش عارف ايه اكيد ما صدقوش طبعا. لا صدقوا، جاز يطلع اخوك برضه. مالك يا محمود؟